السلام عليكم. كشف علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تلقى طلبا من مسؤولين أمريكيين لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران، وذلك خلال زيارته إلى أفغانستان الشهر الماضي. وزارة الخارجية الأمريكية نفت هذا الخبر، لكنها لم تنفي استعداد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لإجراء حوار مع الإيرانيين. وقبل ذلك ذكرت تقارير أن الإيرانيين طلبوا من سلطنة عمان التوسط لإجراء مباحثات مع الأمريكيين. إذن تسريبات برغبة متبادلة في التحاور، تبعها تراشق بين البلدين بشأن الصواريخ الباليستية. فبعد إطلاق مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بدايات الشهر الجاري تحذيرات استباقية لإيران بشأن صواريخ فضائية قادرة على حمل رؤوس حربية تعتزم طهران إطلاقها، جاء الرد أمس على لسان جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي قال إن بلاده لا تأبه للتهديدات الأمريكية وستواصل برنامجها الفضائي. كما يقول المثل، لا دخان من دون نار، وربما دخان الحديث عن المباحثات وراءه نار الرغبة الكامنة لدى مسؤولي البلدين في الجلوس على طاولة الحوار. لكن على ماذا سيتفاوض الأمريكيون والإيرانيون؟ هل مثلا على ضمان أمن إسرائيل التي قال ترامب إنه لن يسحب قواته من سوريا إلا بعد تأمين الكيان الصهيوني؟ أم على إعادة توزيع الأدوار بحيث يكون الإيراني الشرطي الذي يوازن بين قوى الشرق الأوسط الذي يعاد تشكيله؟ هذا ما سنبحث إجابته، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. بعد أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حصار اقتصادي على إيران وهددت بمعاقبة من لا يلتزم به، تأتي اليوم ومن خلف الكواليس لترسل مندوبين عنها للتفاوض والحوار مع طهران. هذا ما كشفه علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني عندما قال إنه التقى بمندوبين أمريكيين خلال زيارته أفغانستان الشهر الماضي، وأنهما أعلنا استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران. هذا الطلب الأمريكي جعل إيران وعلى لسان شمخاني تتحدث بنبرة مختلفة وكأنها دولة عظمى، فقد وصفت الانسحاب الأمريكي من المنطقة بأنه سيكون انسحابا إجباريا لأمريكا، وأن الولايات المتحدة هزمت في سياساتها في سوريا وهي أمام مفارقة في شرق الفرات، وهذه الأوضاع لا تفرض على أمريكا إلا الانسحاب. وعلل شمخاني التوجه الأمريكي للتفاوض بسبب فشل الحظر على إيران وعدم قدرة أمريكا على القيام بعمل عسكري بحسب وصفه. التصريحات الإيرانية ذهبت إلى أبعد من ذلك، فعن احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران قال شمخاني إن إيران دولة قوية لدرجة أن أحدا لا يجرؤ على مهاجمتها عسكريا، محذرا من أن أي هجوم صغير على إيران لن يبقى صغيرا، مؤكدا أن التفاوض مع واشنطن مرفوض ولا معنى له. ويبدو أن هذه التصريحات والكشف عن طلب أمريكا للحوار والتفاوض جاء رداً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال مؤخراً إن إيران تغيرت وباتت تسحب قواتها من سوريا واليمن، وذلك على خلفية الصعوبات الداخلية، مضيفاً أنه سيكون سعيداً بالتفاوض مع طهران. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية، ومن لندن عبر سكايب محمد المدحجي الباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومن برلين في ألمانيا الأستاذ نبيل شباب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأت من لندن مع الأستاذ محمد المدحجي، يعني أمريكا رفعت لغة التصعيد والتهديد والوعيد وسنفعل وسنعاقب، وأطلقت شروطا تعجيزية على الإيرانيين ورفعت سقف العقوبات عقوبات غير مسبوقة وكل هذا، ثم بعد ذلك يأتي مسؤولان أمريكيان إلى علي شمخاني مستشار خامنئي في أفغانستان لكي يقولا له إننا نريد أن نتفاوض معكم، ما الذي يحصل؟ في البداية تحياتي لحضرتك والضيفين الكريمين والسادة المشاهدين الكرام. طبعا يجب أن نقرأ الأمور ليس من زاوية التصريحات الإيرانية التي لا تطابق الحقيقة، بل نقرأها حسب ما جرى. إيران ذهبت إلى أفغانستان للتفاوض مع الأمريكان، والسبب لذلك جاء بعد
رفض الأوروبيين تفعيل الآلية المصرفية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومساعدة إيران للحصول على العملة الصعبة. وإيران هددت الأوروبيين بأنها ستلجأ إلى خياراتها الأخرى، وجاء ذلك على لسان محمد جواد ظريف قبل 3 أسابيع من الآن. وفعلا إيران بادرت بالانفتاح كما تراه هي على الإدارة الأمريكية، لكنه ماذا فعل ترامب؟ ترامب قام وأعلن هذه المفاوضات التي تريد إيران أن تكون سرية، أعلنها رسميا على الإعلام، وقال أن وضعية إيران حرجة للغاية حيث جاءوا ليتفاوضوا معنا. هذا التصريح قبل 3 أيام جاء على لسان ترامب، وأدى إلى يعني تخبط في التصريحات والمواقف الإيرانية. حاليا الجمهورية الإسلامية بين القوسين طبعا تحاول أن تلعب على الأوتار المختلفة حتى تحصل على تنازلات من الأوروبيين، وهذا هو هدفها الأول والأخير في هذا المقطع من الصراع مع الإدارة الأمريكية. وطبعا لا ننسى تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم، الذي قال أن الولايات المتحدة لن تلعب بعد دور المحافظ أو الذي يحافظ على حكومة الملال. أي معنى الإدارات الأمريكية حافظت على حكومة الملال في إيران، والإدارة الأمريكية الحالية لا. معذرة محمد، ربما نكمل معك، أعود إليك في وقت لاحق، الصوت لا يصلني بشكل واضح بما فيه الكفاية. أذهب إلى برلين مع الأستاذ نبيل شباب. أستاذ نبيل، في أي سياق إقليمي ودولي يمكن وضع هذا الطلب الأمريكي يعني من الإيرانيين بالمباحثات؟ هل لأن أمريكا هي المعزولة بدليل أنها مترددة في سحب قواتها من سوريا، أم لأن الإيرانيين هم المعزولون خصوصا بعد فرض عقوبات من الهولنديين على الإيرانيين على الاستخبارات الإيرانية وتجميد أصولهم، واثنين من كبار المسؤولين على خلفية قتل 2 من المعارضين الإيرانيين في لندن، ثم انضمت إليهم فرنسا والدنمارك؟ كيف تقرأ هذا الموضوع؟ يعني أولا أريد الرجوع إلى العلاقات الأمريكية الإيرانية عبر 4 عقود أو أكثر، كانت دائما الواقع. الصورة الحقيقية تختلف عن التصريحات التي تصدر عن الطرفين وليس عن طرف واحد. نحن نذكر من عهد ريغان ومن عهد كارتر كيف كانت هناك صفقات سلاح، وفي الوقت نفسه كان هناك عداء شديد كما يتحدث الرسان الرسمي الأمريكي أو الإيراني. الأمر الثاني هو أن السياسات الأمريكية متقلبة باستمرار إقليميا، يعني بمعنى أنها تريد الهيمنة في هذه المنطقة، فهي تسعى لأن توظف قوى محلية من أجل أداء وظائف معينة بقدر ما تستطيع. الآن أمريكا إلى حد لا بأس به في تراجع، سواء في أفغانستان أو سوريا أو حتى العراق يمكن أن تتراجع وإن كان هذا مستبعدا في الوقت الحاضر، فهي إلى حد كبير فقدت كثيرا من مرتكزاتها، فلا يستبعد أن تكون عندها رغبة في أن ترجع إلى الارتكاز على إيران كدولة إقليمية، ولكن الثمن قد يكون كبير. الأمر الثاني، لكن لا يمكن أن نتصور بأن هذا سيحدث بين ليلة وضحاها أو من خلال مفاوضات مفاجئة كما حدث مع كوريا الشمالية، ونحن نعلم بأنه حتى الآن لم يحققوا أي شيء في مثل هذه المفاوضات، إنما هناك جس نبض من الطرفين، ماذا يريد كل طرف من الطرف الآخر، هذا ما يمكن أن تشير إليه التسريبات وليس إلى خطوة مباشرة، علما بأن الطاقم الذي بقي الآن عند الطاقم السياسي الدبلوماسي الذي بقي الآن عند ترامب بعد كثرة الاستقالات وآخرها وزير الدفاع لم يعد يوجد إلا أشد السياسيين المعادين لإيران منذ فترة بعيدة، الذين يرفضون أي صيغة من صيغ الصلح أو التفاوض أو التحسن العلاقات بين الطرفين، سواء وزير خارجية أو ما يتوقع أن يكون وزير دفاع قريبا أو ما يمكن أو بولتون الذي هو الشخصية الرئيسية كمستشار لشؤون الأمن القومي. بالتالي لا يتوقع الآن خطوة مباشرة، إنما يتوقع أن يكون هناك جس نبض، علما بأن التصريحات أيضا حذرة إلى حد بعيد. بعد التصريحات التي صدرت عن شمخاني أتى وزير الخارجية الأمريكي ليقول
هذه أخطر دولة في المنطقة في الوقت الحاضر ومصدر للإرهاب. الشمخاني أيضا قال أن هناك عرض للمفاوضات، إنما لم يتحدث عن تفاصيل حول ماذا. بالنسبة إلى أفغانستان الواقع، هناك نوع من التواصل من أجل تأمين المنطقة الشرقية من الغربية من أفغانستان، نعم الغربية من أفغانستان الأقرب إلى إيران. أما لا أتصور بأن هناك مفاوضات حول وجود إيران في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي سواها في المنطقة إقليميا. طيب هنا معي أستاذ محمد، يعني الأمريكيون في لعبة الحديث والتسريبات، من يريد التفاوض مع من، في سياق كما قال نبيل من ألمانيا أنه يعني الأمريكيون يتراجعون في المنطقة، ينحسر الوجود والقوة والنفوذ الأمريكي في المنطقة، وبالتالي هم يحتاجون إلى شرطي أو إلى نقطة ارتكاز، وهي لا يوجد أفضل من إيران. يعني هل الأمريكيون بالفعل هم بحاجة للإيرانيين، أم أن العكس بدليل أن الإيرانيين يعني يشعرون أنهم معزولون أكثر من قبل، الأوروبيون بدأوا يفرضون عليهم عقوبات، وأن الشارع العربي سواء في سوريا في العراق حتى في اليمن هناك رفض للوجود الإيراني ولنفوذ الإيراني في بلادهم، كيف ترى الأمور؟ في الحقيقة لفهم الصورة بشكل واضح لا بد أن نعرض التصريحات في سياقها الزمني. قبل عدة شهور أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد الجلوس إلى طاولة الحوار مع الإيرانيين، ومنذ في الأسبوعين الماضيين جدد هذه الرغبة، لكنه قال أن الإيرانيين غير مستعدين للحوار حاليا، لكن كثرة الضغوط ستجبرهم على الجلوس إلى طاولة الحوار. يوم الأحد الماضي في 6 يناير أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين طلبوا الحوار من الولايات المتحدة. نتيجة هذا التصريح الأمريكي جاء الرد من قبل وزارة الخارجية الإيرانية على لسان الناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي، الذي نفى جملة وتفصيلا طلب إيران بالحوار مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران لن ترضخ للمطالب الأمريكية. بعد ذلك بيوم واحد أدلى الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شامخاني بتصريح أكد فيه أن أمريكا طلبت الحوار من إيران عندما كان في أفغانستان في الأسبوع الذي سبقه. لا يفوتنا أن نذكر أنه قبل ذلك بشهرين تقريبا، وفي 4 ديسمبر أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أمريكا طلبت الحوار من إيران 10 مرات خلال السنة الماضية فقط، يعني خلال بعد مجيء ترامب إلى السلطة طلبت الإدارة الأمريكية من إيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات أكثر من 10 مرات. ولا يفوتنا أن نذكر أيضا أن الجريدة الكويتية أعلنت قبل 3 أسابيع أن هناك مفاوضات سرية جرت بين الأمريكيين والإيرانيين في لندن، لكن السفير الإيراني في لندن نفى صحة هذا الخبر. في هذا في السياق الزمني، ويبدو أن هناك تسابق في الحقيقة بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني حول من طلب الحوار أولا ومن رفض هذا الحوار، وهذا لا ينفي وجود رغبة من الطرفين للبدء بحوار حقيقي بين الجهتين. في الحقيقة لا يهم من بدأ بطلب الحوار ومن رفضه أو قبله، لأن هذا متبع في الأعراف الدبلوماسية وليس أمرا غريبا. في الشهور الماضية حدثت هناك عدة رسائل للتواصل بين الأمريكيين والإيرانيين، كان على رأس هذه الرسائل زيارة قام بها الرئيس السويسري إلى إيران، وتبعها بعد ذلك زيارة له إلى واشنطن، ونعرف أنه هو شخصية غير سياسية ويعني ليس يعني يهتم أكثر في الشؤون الدبلوماسية والحوار، ويمكن أن تكون قد أوصلت رسائل عبره بين الجهتين. ولا يفوتنا أيضا أن نذكر أن سلطنة عمان أعربت عن رغبتها بالوساطة بين الطرفين، كما يمكن أن تكون هناك مفاوضات حصلت بين الطرفين عن طريق الحكومة العراقية المقربة من الجهتين. إضافة إلى ذلك ما ذكره الضيف الكريم الأستاذ مذحجي من أنه قد يكون هناك قناة تواصل فتحت بعد الإعلان عن فتح قنوات تواصل أو حوار بين
إيران وطالبان. إذن كل هذه الأمور بمجموعها تثبت أن هناك رغبة من الطرفين بالبدء بحوار، ولكن هذه الرغبة مصحوبة بمواصلة الضغط من قبل الإدارة الأمريكية، ومصحوبة أيضا بمحاولة مواصلة مقاومة هذا الضغط من قبل السلطات الإيرانية. إيران لا ترغب كما ذكر الضيف الكريم، لا ترغب بمفاوضات علنية، لكن هذا لا يرضي ترامب. ترامب يريد مفاوضات مثل ما حدث مع كوريا الشمالية، ويريد ربما أن يصافح الرئيس الإيراني أمام عدسات الإعلام ليقول أنني تمكنت من تحقيق ما لم يستطع أي أحد من الرؤساء الأمريكيين تحقيقه. لكن إيران، عفوا هذه الجملة سأكمل، لكن إيران لا ترى نفسها مضطرة في الوقت الحالي للقبول بهذا التنازل والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ترامب. طيب دعني أعود إلى لندن مع محمد، وأرجو أن يكون هذه المرة الصوت أكثر وضوحا. أستاذ محمد، يعني كثير من المراقبين تحدثوا عن أن كل هذا الضغط الدبلوماسي والعقوبات والتصريحات القوية ورفع سقف المطالب الأمريكية تجاه الإيرانيين كله هدفه في النهاية جلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما قاله يعني هنا الأستاذ محمد. ويؤكد على ذلك أن الوزارة الخارجية عندما نفت طلب الأمريكيين وساطة أو إجراء المحادثات مع الإيرانيين لم تنفي رغبة ترامب الرئيس الأمريكي بإجراء هذه المباحثات والمحادثات. على ماذا إذا بغض النظر عن من يريد أن يفاوض الآخر أو من بدأ بهذه الطلبات، السؤال هو الآن الجوهري، على ماذا سيفاوض الأمريكيون الإيرانيين برأيك؟ يعني أولا أنا خل أشير إلى أنه أكثر من مفاوضات تمت بين الإيرانيين والأمريكيين بعد إدارة ترامب، بعد مجيء ترامب إلى سدة الحكم. أكثر من 6 أشهر الأمريكيين والإيرانيين على مستوى الخبراء الأمنيين والسياسيين تفاوضوا في سلطنة عمان، وفشلت هذه المفاوضات ووصلت إلى طريق مسدود. وقبل ذلك توسطت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية الأمريكية بين إدارة ترامب وإدارة روحاني، وفشلت تلك المحاولات. وبعد ذلك توسطت روما أي إيطاليا بين طهران وواشنطن، وأيضا فشلت تلك المحاولات خلال الأسبوع الماضي. وبعد ذلك الإيرانيين ذهبوا إلى أفغانستان، أي نائب قاسم سليماني ونائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية في الشؤون الأمنية والاستخباراتية إلى كابول، وتفاوضوا مع الأمريكان مباشرة. ونرى اليوم أن مايك بومبيو صعد بشكل كبير ضد النظام الإيراني بأن الولايات المتحدة لن تدعم الملالي بعد. الإدارة الأمريكية واضحة في تعاملها مع إيران، تريد تغيير بنيوي كما حصل ويحصل في المملكة العربية السعودية بالحرف الواحد، أي إبعاد الإسلام السياسي عن المشهد الداخلي الإيراني والخارجي أيضا، وليس فقط الخارجي، الموضوع يتعلق في البيت الداخلي الإيراني. الولايات المتحدة حاليا لا تريد التعامل مع دينامية الإسلام السياسي في النظام الإيراني، وتريد تغيير النظام أو تغيير محمد دينامية لماذا النظام. لماذا لا تريد التعامل مع دينامية الإسلام السياسي كما وصفتها في طهران؟ هناك من يقول بأن الأمريكيين ربما بالعكس يريدون الاحتفاظ بقوة سياسية وراءها بعد أيديولوجي عند الإيرانيين حتى توازن بينها وبين الإسلام الراديكالي السني كما يصنفه الأمريكيون الصاعد في المنطقة. هذا التحليل صحيح للإدارات السابقة، الإدارة الجديدة لها توجه مختلف تماما، هي تريد الاعتماد على الدول، أي العودة إلى ما قبل 1979 الثورة الإيرانية أو المجيء بالإسلام السياسي إلى إيران، وتريد حذف ظاهرة السلاح من يد الميليشيات التي لديها فكر عقائدي. وحتى اليوم نرى أن الإدارة الأمريكية لديها مشكلة مع إسرائيل، وهذا لم يعد خفيا بعد بأن ترامب يعتبر من جانب من النخب الإسرائيلية خطرا على إسرائيل، هذا ما صرح به ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الذي يعني نحن الآن على اعتاب انتخابات مبكرة في إسرائيل. وإسرائيل أيضا هي دينامية عقائدية وبشقها اليهودي، يعني خلنا نقول أو الصهيوني، فالموضوع يتعلق بتغيير دينامية المنطقة.
والولايات المتحدة تعمل على دينامية جديدة. هذه هي جوهر المشكلة، وإلا أصلا لم يكن أي مشكلة بين الولايات المتحدة ونظام الملالي. أصلا الاتفاق النووي جاء ليكون غطاء للتعاون الأمريكي الإيراني الجديد في المنطقة لتدمير المنطقة، هذا وترامب ألغى هذا الغطاء. طيب حقيقة يعني التاريخ علمنا أن الأمريكيين والإيرانيين عندما تصعد لغة التهديدات بينهما دائما ما تكشف التسريبات عن أن هناك مفاوضات أو لقاءات سرية بين الجانبين، نريد أن نبحث مدى فرص وجود هذه المفاوضات، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أسعدكم الله، وهذه عودة لاستكمال الحديث بشأن فرص جلوس الأمريكيين والإيرانيين على طاولة المفاوضات في برلين. أستاذ نبيل، لغة التهديد والوعيد الإيرانية للأمريكيين تاريخيا علمتنا أنها بعدها يكتشف أن الجانبين كانا يجلسان في مفاوضات سرية. أريد قراءتك في ضوء المعطيات الراهنة، ما فرص وجود هذه المفاوضات الآن أن الطرفين يجلسان يتفاوضان مع بعضهما البعض في لندن، في أفغانستان، في أي مكان من العالم، خصوصا وأن لغة التصعيد بين الجانبين يعني تتصاعد يوما بعد آخر؟ يعني لا أعتقد بأن هناك مفاوضات جارية في الوقت الحاضر بصورة مكثفة، لأن شروط الطرفين ما زالت إلى حد ما لا أقول تعجيزية، ولكن مستبعد أن يستجيب الطرف الآخر. الرئيس الأمريكي الواقع ترامب منذ وصل إلى السلطة هو يتحدث عن قضية الملف النووي. الموضوع الرئيسي في الملف النووي بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الإيرانيين هو ما مدى إمكانية الواقع التعامل مع الملف النووي الإيراني دون أن يكون في ذلك خطر على الهيمنة الإسرائيلية لتشمل مجموعة منطقة وليس إيران فقط. بالتالي لا استبعد أن تجري قريبا مفاوضات حول هذا الأمر بالذات، لا سيما وأن ترامب أعلن هدفه من البداية بأنه ينسحب من الاتفاق النووي من أجل المفاوضات عليه من جديد ليصل إلى اتفاق أفضل بنظره، والأفضل بنظره هو ما يحمي إسرائيل ويستجيب للمتطلبات الإسرائيلية إلى حد كبير. الأمر الآخر بأن الواقع في الفترة الأخيرة بعد الحوادث التي نعلمها عن قضية السعودية وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت أمريكا واشنطن في حاجة إلى طرف آخر كما كانت تاريخيا. هي استعانت بالشاه عندما كان الشاه على علاقات طيبة مع الإسرائيليين، استعانت بالشاه ليكون شرطي الخليج، ثم في عهد ترامب عهد أوباما أيضا. لا أفرق كثيرا بين سياسات الرؤساء إنما بين المؤسسة الأمريكية التي تصنع القرار. الواقع في عهد أوباما أعطى فرصة كبيرة للإيرانيين أن يتحركوا في المنطقة لسيما في سوريا آنذاك، وأعطى إلى حد كبير الفرصة لهم من خلال الأموال التي تدفقت عليهم بعد أن عقد الاتفاق النووي. الآن يمكن أن يتحرك ترامب فيكمل هذه الحلقة ولكن بصيغة أفضل بالنسبة إلى الإسرائيليين. أما المفاوضات الآن لم تبلغ إلى حد كبير هذه الدرجة، لأن كما ذكرت قبل قليل في المداخلة السابقة هي أنه الواقع أمريكا أيضا في حاجة إلى الواقع أن تغطي على الضعف. ترامب قد يدخل الآن في مفاوضات من أجل إثبات بأنه قد اجتمع مع
روحاني أو سواه، يعني اجتمع التقى مع الإيرانيين أجبرهم على الجلوس على طاولة المفاوضات، لأنه يحتاج إلى ما يعود له بعض السقوط المريع الداخلي فيه والمعارضة الشديدة إليه له في الداخل، وبالتالي يمكن أن تحدث مفاوضات قريبة، ولكن لا أعتقد أنها تصل بشكل سريع إلى النتائج التي يترخاها أحد الطرفين. طيب. ولا سيما ما يتعلق بحماية إسرائيل. نعم أستاذ محمد، في مثل هذه المواضيع عادة ما يتم الحديث عن التوقيت، يعني علي شمخاني كان الشهر الماضي وفي أواخر الشهر الماضي في 26 من الشهر الماضي كان في أفغانستان، بعد نحو أسبوعين كشف عن فحوى هذا الطلب الأمريكي لعقد محادثات، يعني هل ثمة دلالة في التوقيت؟ يعني هنا الحديث بعد أسبوعين كشف هذا الطلب الأمريكي، لماذا لم يعلنه في حينه؟ لماذا أعلنه الآن؟ هل ثمة دلالة هنا في التوقيت؟ أنا كما أشرت في مداخلتي السابقة، عندما نقرأ التصريحات بسياقها الزمني لن نستغرب هذا وقوعها في هذا الزمن. نعم. لأن تصريحات شمخاني سبقها تصريحات من قبل ترامب بأن الإيرانيين طلبوا المفاوضات مع أمريكا، فجاء كلام شمخاني وقبله الناطق باسم الخارجية الإيرانية ردا على تصريحات ترامب، ولو لم يصرح ترامب بهذا التصريح ربما لم نكن لندري بهذا بما حصل قبل أسبوعين في زيارة شمخاني إلى أفغانستان. لكن أشرت أنا قبل شهر تقريبا، شهر ونصف، أعلن الرئيس روحاني نفسه أن أمريكا طلبت المفاوضات مع إيران أكثر من 10 مرات خلال السنة الماضية. إذن هذا الطلب مستمر، وربما يكون بين الأسبوع والآخر هناك مؤشرات ورسائل بين الجانبين بخصوص لماذا هذا الإلحاح في الطلبات 10 مرات؟ كما ذكر الضيف الكريم، ترامب بحاجة إلى مفاوضات مع الطرف الإيراني، وأيضا الطرف الإيراني بحاجة إلى حوار مع الجانب الأمريكي. الحاجة متبادلة للطرفين. إيران في الحقيقة تمر بأزمة قاسية في ظل وضعها الحالي، تعاني من اقتصاد متهالك، هناك احتجاجات وهناك اعتراضات يومية على النظام الإيراني، وهي هذه الاحتجاجات هي مطلبية ونقابية. كل يعني يندر أن نطالع الصحف الإيرانية في يوم من الأيام دون أن نجد هناك اعتراض من قبل سائقي الشاحنات، من قبل الممرضين، من قبل المعلمين، من قبل عمال المصانع، وهؤلاء تأخرت الدولة في تسليمهم رواتبهم لعدة شهور، وهذه الضغوط تزداد يوميا. النظام الإيراني يشعر أنه يمر ب مرحلة صعبة في الوقت الحالي، لا سيما أننا نعرف أن السياسة الأمريكية نجحت حتى الآن في تقليل صادرات النفط الإيراني إلى أكثر من النصف. قبل سريان العقوبات الأمريكية كانت إيران تصدر يوميا أكثر من 2.5 مليون برميل من النفط، لكنها في الوقت الحالي لا تصدر سوى 1,200,000 برميل من النفط، وهذا أثر كثيرا في ميزانية الدولة وفي اقتصادها، وكلنا نعلم أن الاقتصاد الإيراني قائم على مردوداتها ريعي من النفط. نعم. إضافة إلى ذلك، نجحت السياسة الأمريكية حتى الآن بإخراج الشركات الكبرى من إيران وقطع هذه الشركات لتعاملها مع إيران. إيران خسرت كثيرا جدا بخروج أمريكا من الاتفاق النووي، وهي بصدد تعويض هذه الخسارة، لذلك هي مضطرة لإجراء مفاوضات وحوار مع السلطات الأمريكية. لكن حتى الآن في الوقت الحالي إيران بإمكانها أن تناور وبإمكانها أن تتأخر في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأن 1,200,000 برميل من النفط يوميا يمكنها من الاستمرار إلى عدة شهور في ظل الوضع الحالي. لذلك أنا أرى أن الظروف غير مهيئة حاليا لأن تطلب إيران وتلح بشدة على الجلوس مع الأمريكيين. وفي الأصل أيضا أمريكا ليست مستعجلة جدا في إجراء هذا الحوار، لأن السياسة الأمريكية أنا برأيي لم تتغير حيال إيران على الإطلاق. السياسة الأمريكية حيال إيران تقتضي بزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران بما يجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهي تسير بوتيرة ثابتة. لكن
المراقبين يعني ينتظرون أن تكون هذه الوتيرة أسرع، لكن السياسة الأمريكية طيب. تسير بخطى ثابتة في طيب. هذا الأمر. هنا أريد أن أسأل محمد المدحجي في لندن، يعني لو قلبنا الصورة من الجانب الآخر، ربما يكون الأمريكيون في حاجة حقيقية وماسة للجلوس مع الإيرانيين، لأن ترامب لديه مشاكل داخلية في أمريكا، خصوصا بعد قضية خاشقجي وقضية إعلانه منفردا الانسحاب من سوريا وما تبع ذلك من ضغوطات من ضغوط هائلة عليه في الداخل الأمريكي، كذلك مشاكل في الشرق الأقصى مع الصين والتمدد الصيني. هذا سؤال، يعني هذا الواقع إلى أي درجة يمكن أن يدفع الأمريكيين إلى التخلي عن السياسة الصقورية مع الإيرانيين في المرحلة المقبلة بما يفضي إلى الجلوس مع بعض وتقديم تنازلات متبادلة برأيك؟ يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار العمود الفقري للسياسة الإقليمية للرئيس الأمريكي، ألا وهي صفقة القرن التي تعارضها إسرائيل قبل أي جهة أخرى. طبعا يجب أن نفرق بين إسرائيل نتنياهو وإسرائيل المتشددة الدولة العميقة. نتنياهو يعني نتنياهو ليس متشددا؟ لو سمحت لي، يعني نحن إذا نريد نحلل إسرائيل من وجهة نظرنا نحن العرب، إسرائيل كلها عدو ومتشددة لا فرق بينها، لكنه إذا دخلنا في البيت الداخلي الإسرائيلي نرى أطياف مختلفة، كما نرى أطياف مختلفة في مصر، كما نرى أطياف يعني مختلفة. تقصد نتنياهو المتشدد وإسرائيل الأخرى الأكثر تشددا تقصد؟ نعم إذا أخبر. أخذنا هكذا فسرنا، لأنه من الواضح ليبرمان أكثر تشددا من نتنياهو، هذا واضح جدا. أنا لا أقول أنه نتنياهو إنسان جيد أو خير أو مدين أو محمد تدي. واضح، تفضل. نعم، إسرائيل هي التي تعارض صفقة القرن، وانسحاب أمريكا من سوريا السبب الرئيسي له هو توجيه صفعة للجانب الأكثر تشددا في إسرائيل، وهذا جاء في الإعلام الإسرائيلي وليس يعني ليس غائبا على أحد هذا الموضوع. والولايات المتحدة ما كانت ترغب أصلا بالانسحاب من سوريا إذا كانت إسرائيل وافقت على صفقة القرن، بمعنى كل إسرائيل الدولة العميقة والحكومة أي بنيامين نتنياهو. فالموضوع الآن مع الإيرانيين أيضا يرتبط بصفقة القرن. إذا إيران وافقت مع صفقة القرن فيمكن أن نرى انفراجا ما نوعا ما في العلاقات الأمريكية الإيرانية. حتى الآن إيران تقف بصف الجانب أكثر تشددا ضد صفقة القرن، أي مع ليبرمان ونتنياهو، بمعنى معارضة صفقة القرن. وأيضا إيران تراهن على الأوروبيين وتريد أن تكون جسر تواصل بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأوروبي، وهذا يعني موت الولايات المتحدة، قتل الاقتصاد الأمريكي. فالموضوع بما يتعلق في إيران أنه نحن إذا رأينا تغيير كبير في السياسة الإيرانية، بمعنى تغيير في البيت الداخلي أولا، الوجوه تتغير، وإذا تغيرت الوجوه بعدها سنرى تغير في السياسة الخارجية، بعدها سنرى انفتاحا أمريكيا على إيران. قبل ذلك مستحيل أن الإدارة الأمريكية الحالية تستطيع التعامل مع الإيرانيين بهذا الأسلوب، أي الدينامية الحالية كانت إسلام سياسي وكانت غير إسلام سياسي. أصلا أنا لا أتحدث موضوع لا يختصر على الإسلام السياسي فقط، الدينامية الحالية في إيران، النخب الإيرانية بشكل عام لديها صلات قوية، النخب الحاكمة أقصد، وما خلف النخب الحاكمة هناك نخب مسيطرة، هذه النخب لديها علاقات وطيدة جدا مع الأوروبيين، وعلاقاتها مع الأمريكيين شكلية، العلاقات الوطيدة مع الأوروبيين، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة. وأصلا الصدام الأوروبي الأمريكي في الساحة الإيرانية هو قديم من زمان محمد مصدق، والولايات المتحدة في البداية دعمت محمد مصدق لضرب المصالح الأوروبية وتحديدا البريطانية حينها، وبعدها حينما اتفقت مع بريطانيا تخلت عن محمد مصدق. فالآن ما يحصل هو نفس ذلك الصراع، لكن الأشكال تغيرت، الأسامي تغيرت، الوجوه تغيرت. فأنا يعني الملخص للجواب على سؤال حضرتك، نظرا للدينامية الحالية الإيرانية لا يمكن للولايات المتحدة ولا الإيرانيين أن يصلوا إلى نقطة اشتراك كما وصلوا مصل ترامب مع كيم زعيم الكوري الشمالي وجلس وتصوروا وتفاوضوا. نعم، طيب أستاذ نبيل، النقطة الجوهرية أو الركن الركين في أي مفاوضات يمكن أن تجمع بين الأمريكيين والإيرانيين، هل هي قضية
إعادة إنتاج اتفاق نووي بين الأمريكيين والإيرانيين أم قضية السلاح صواريخ البالستية الآن التي تقض مضجع الأمريكيين كما يبدو من تصريحات المسؤولين الأمريكيين، أم أن ثمة خفية وهي ضمان أمن الإسرائيليين وحلفاء إيران في المنطقة، حلفاء أمريكا في المنطقة، إذا ما سلمنا بأن إيران تشكل تهديدا مباشرا للإسرائيليين؟ يعني الأمور الثلاثة متصلة مع بعضها بعضا. واقع أنا أنظر للسياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية أنها سياسة واحدة اندماجية. أما بالنسبة إلى الموقف الإسرائيلي وبالتالي أيضا الموقف الأمريكي من إيران يتفاوت من قضية إلى أخرى ومرحلة إلى أخرى حسب الظروف الإقليمية وحتى الدولية. نحن نشهد مثلا أن الإسرائيليين لم يتحركوا ضد أي تحرك لإيران عندما كانت تضرب في العمق السوري إلى أبعد الحدود أثناء عندما كانت الثورة في سوريا في أوجها. فعندما تركت الإيرانيين يتحركون دون الواقع تردد، أيضا الدعم الذي يصل من إيران إلى اليمن إلى الحوثيين في اليمن لم تحاول إسرائيل تعترض. الآن بعد أن تغيرت الظروف، ظروف الثورات العربية، بدأت تتحرك إسرائيل من جديد من أجل ألا يكون هناك هيمنة إيرانية تهددها. نحن لا نقول أن هناك عداء فقط أو صداقة أو تكامل فقط، إنما هناك الواقع تنافس بين الطرفين إقليميا، ويمكن أن يكون هناك نقاط اتفاق. كانت هناك نقاط اتفاق أثناء الحرب الإيرانية العراقية، كانت هناك أيضا نقاط اتفاق أمريكية إيرانية أثناء الواقع غزو أفغانستان، إلى حد كبير في العراق مكنت أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي مكنت إيران من النفوذ الكبير الذي أصبح لها في العراق. فنحن الواقع نجد أن هذه الأمور متداخلة ومختلفة من وقت لآخر. عندما يعظم النفوذ الإيراني سواء من خلال احتمال صناعة أسلحة نووية أو تطوير الصواريخ البالستية، الواقع نجد أن هناك ردة فعل أو بالأحرى إجراءات أمريكية وإسرائيلية باستخدام القوة، بالتهديد باستخدام القوة، بالحصار الاقتصادي، التأثير على صادرات النفط الإيرانية إلى آخره. هذا ما يمكن أن يجري أيضا التفاوض عليه. هل يمكن وجود حل وسط بين الجميع، بين الأطراف الثلاثة، لا أقول طرفين فقط، من أجل تحقيق الأهداف الإيرانية والأهداف الأمريكية والإسرائيلية على الحساب الإقليمي دون أن يكون هناك صدام بينها، دون أن يكون خطر يتهدد الإسرائيليين، لأن المشروعي الهيمنة الإيراني والإسرائيلي ليس متكاملان وإنما متصادمان إلى حد ما. هل يمكن التوفيق بينهما؟ هذا الواقع ما أعتقد بأنه هو عقدة المفاوضات إذا جرت مفاوضات في الفترة المقبلة. أستاذ نبيل وأستاذ محمد، أرجو أن تبقيا معي. نذهب إلى فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من حلقة اليوم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى المحور الأخير من حلقة اليوم. معي في الاستوديو أستاذ محمد. يعني في ضوء ما يبدو أنه إعادة صوغ الجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية للمنطقة، ربما تريد أمريكا يعني الوثوق بين قوسين بشرطي يدبر الأمور ويدير الصراعات ويوازن القوى في هذه المنطقة، وبالتالي تحتاج إيران يعني في هذا الأمر حتى تتوجه إلى أماكن أخرى من العالم، كما تعرف أن الأمريكيين منشغلون في أماكن أخرى من العالم. إلى أي درجة تلمح نضوجاً في السياسة أو الاستراتيجية الأمريكية للاعتماد على إيران بالقيام في هذا الدور؟ أنا لا أرى أنها تريد الاعتماد بشكل كامل على إيران لتؤدي هذا الدور، لكن أرى أن السياسة الأمريكية، وتأكيداً أو تأييداً لما ذكر تفضل به الأستاذ نبيل، أرى أن السياسة الأمريكية تسير بوتيرة واحدة سواء من خلال الرئيس أوباما أو الرئيس ترامب.
كان الدور المطلوب من الرئيس ترامب في ذلك الوقت هو إعطاء الضوء الأخضر لإيران لكي تستنزف قواها في سوريا، ولكي تتدخل وتعيث في هذه المنطقة فسادا وتخرب فيها بقدر ما تشاء. لكن ترامب جاء بمهمة تقليص هذا الدور الذي بدأت به، والمرحلة الحالية هي مرحلة تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة. أمريكا تريد لإيران أن تكون دولة عادية، لا تريد القضاء على النظام الإيراني، ولا تريد الإطاحة به، ولا تريد إسقاطه، لأن وجوده ضروري بنظر الإدارة الأمريكية لتحقيق التوازنات التي ذكرناها. لكن هي لا تريد الاعتماد كاملا على النظام الإيراني. وجود النظام الإيراني سيجعل دول الخليج تستمر بالشعور بالقلق وطلب الحماية من أمريكا، وهو هذا من مصلحة أمريكا، لكنها لا تريد لإيران أن تتغول ويكبر حجمها وتخرج عن الإطار الذي حددته لها الإدارة الأمريكية. مطلوب من إيران أن تكون دولة مطيعة، دولة عادية، لا يهم أن تكون دولة دينية، دولة ديكتاتورية، المهم أن ترضخ للإملاءات الأمريكية، وهو ما تطلب أو تتوقع الإدارة الأمريكية إنجازه نتيجة الضغوط التي يعني تقوم بها ضد النظام الإيراني. وأركان النظام الإيراني في الحقيقة الآن يستشعرون بهذا الخطر، وكثير منهم يحذرون من أن هذا العام 2019 قد يؤدي إلى انهيار النظام أو الإطاحة به، وهو ما ذكره حفيد الخميني وبنت رفسنجاني. والآن بدأت يعني أصوات لم نكن نسمع بها تخرج إلى العلن في اليومين الماضيين. أعلن عضو من أعضاء البرلمان الإيراني داخل البرلمان الإيراني أن حضور إيران في المنطقة مهم وضروري، لكن النفقات الزائدة في الخارج تنعكس سلبا على الداخل، ومذكرا بأن الاتحاد السوفيتي عند انهياره كان يملك أكثر من 13,000 رئيس نووي، ويحظى بنفوذ في أكثر من 20 دولة، ولديه وكالة متطورة للفضاء، لكن شوارع موسكو كانت تتآكل ويضرب الفقر أطنابه في مختلف أرجاء البلاد. نقطة مهمة يعني أستاذ محمد، يعني هناك تحولات يعني كما يقال تكتيكية ربما في المنطقة، منها قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي ربما أضرت بالأمريكيين، الإدارة الأمريكية، أكثر مما أضرت بالقيادة السعودية. هناك ترامب يخوض حربا شرسة مع الديمقراطيين ومع عدد من حتى الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي من أجل عدم فرض عقوبات على حليفه السعودي. إلى أي مدى هذا التحول أوجد خيبة أمل لدى ترامب وإدارته بإمكان قيام الرياض بدور ما في المنطقة، وبالتالي أعطى زخما لنظرية الشرطي الإيراني في المنطقة؟ أولا حول السعودية وعلاقات السعودية وترامب، أنا لا أقول أنه ترامب هو راضي 100% من الإدارة السعودية، لكن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بلغت إلى 7,500 مليار دولار، أي ما يقارب 18% من الاقتصاد الأمريكي. وهذه العلاقة العضوية لا يؤثر عليها لا ذهاب هذا رئيس ولا مجيء رئيس آخر. هذه علاقة اقتصادية بعيدة عن التغيرات والتغييرات السياسية والدبلوماسية. هذه نقطة مهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية فيما يتعلق بدور شرطي المنطقة، الآن نحن نرى أي انسحاب أمريكي من أي بقعة جغرافية في الشرق الأوسط تحصل نرى تواجد روسي وتنسيق روسي أمريكي بشكل كبير في هذه المنطقة. إيران دورها ينحصر بشكل كبير، ويتم طردها من جغرافيات واسعة، ليس فقط سوريا، العراق، اليمن، والآن سنشهد تصعيد كبير في العراق خلال الفترات القادمة القليلة، لا نقول من عام بل أقل من عام. فالموضوع أنه إيران تكون شرطي المنطقة فهذا منتهي شبه نهاية إلى الأبد. الولايات المتحدة تعتمد على جهات أخرى في المنطقة، ما تسميه الإدارة الأمريكية بالنيتو العربي،
أو التحالف العسكري لكنه لم يفعل، هذا النيتو العربي لم يفعل شيء على الإطلاق. هو قيد الإنشاء، وسنشهد هناك تصعيد كبير، وإسرائيل مستعدة للانضمام. لو سمحت، إسرائيل مستعدة للانضمام إلى هذا التحالف الإقليمي. نتحدث عن إسرائيل نتنياهو وليس إسرائيل ليبرمان. وحتى هناك رغبات أخرى في دول خارج الإقليم غير عربية لانضمام هذا الناتو. فالموضوع هو روسيا، يعني هناك صفقة بين واشنطن وموسكو، ولا إيران ولا جهة أخرى ستكون شرط المنطقة إلا بالتنسيق مع الروس، والروس ذاهبون ليملئوا الفراغ الأمريكي بالتنسيق مع الأمريكان. ونقطة ظريفة أنا أشير لها باختصار، أستاذ محمد، نعم، لا تتعلق بالحديث، لكنه منبج حينما انسحبت القوات الأمريكية حل محل القوات الأمريكية الشرطة العسكرية الروسية. فالموضوع هو ذاهب باتجاه تنسيق أمريكي روسي في المنطقة. طيب، أشكرك أستاذ نبيل، وأرجو الاختصار. إذا ما جلس الأمريكيون والإيرانيون على طاولة مفاوضات واتفقوا بشأن البرنامج النووي مرة أخرى والصواريخ البالستية وكذلك توزيع الأدوار في المنطقة، إلى أي مدى يمكن لهذه المحادثات وما يتمخض عنها أن ينعكس سلبا أو إيجابا على ملفات حساسة في المنطقة كملف سوريا والعراق مثلا؟ يعني هذه الملفات أقرب إلى الحل أو أقرب إلى التحول خلال السنوات القادمة من الملف النووي الإيراني. الملف النووي الإيراني عندما دخلت أمريكا في المفاوضات مع إيران عام 2012 تحمل الأمر أكثر من سنتين ثلاثة حتى استطاعوا الوصول إلى صيغة ما غير قابلة للحياة، فنقضت بعد فترة وجيزة من وجهة نظر الأمريكية، ونقضت بعد فترة وجيزة. بالتالي لا يتوقع أنه يدخلوا في مفاوضات تتحول الأمور دفعة واحدة في المنطقة. المنطقة تتحول هذه القضايا في سوريا، في تركيا، في العراق، في اليمن إلى آخره بشكل سريع إلى حد كبير. المشكلة التي اعترضت الأمريكيين في الآونة الأخيرة أنهم كانوا يخططون على ما يبدو من أجل القيام بدور من خلال السعودية والإمارات، فبعد مقتل خاشقجي وطريقة التعامل مع هذه الحادثة من جانب السعودية، السلطة في السعودية بصورة خاصة، الواقع إلى حد كبير عرقلت الأمريكيين كثيرا في تنفيذ ما كانوا يريدونه، وبالتالي تحولوا إلى إيران. إذا كان هناك تحول من ناحية الرغبة في المفاوضات لهذا السبب، ولكن لا أتوقع نتيجة سريعة. هذه الأمور لا يمكن أن تحصل بين ليلة وضحاها. أشكرك، أختم معك أستاذ محمد، هل هناك عوائق يمكن أن تحول دون لقاء أمريكي إيراني، خصوصا وأن أمريكا كما تعلم تحتفظ بنحو يعني 40,000 جندي على الشريط الساحلي للخليج العربي في الكويت وفي قطر وفي البحرين، زيد على ذلك أجزاء من الأسطول الخامس في اليمن في المياه اليمنية، هل هذه يمكن أن يشكل عقبة تحول دون لقاء الطرفين، خصوصا وأن أحد مرتكزات السياسة الإيرانية عدم وجود قوات أجنبية في المنطقة؟ في الحقيقة هذه المزاعم الإيرانية والكلام بأن وجود القوات الأمريكية هو يحول دون الاستقرار في المنطقة، هذا كلام مرفوض في الحقيقة، وهو كان موجودا منذ عدة سنوات، وإيران رضخت وجلست إلى طاولة الحوار مع الإدارة الأمريكية. نعرف تماما أنه حين كان الرئيس الإيراني المتشدد أحمد نجاد يطلق تصريحات نارية ضد أمريكا وضد إسرائيل، في الجهة الأخرى كان ممثلو الجانب الإيراني يلتقون بممثلي الإدارة الأمريكية في عمان. فهذا الأمر لن يمنع ولن يحول دون لقاء الطرفين، لكن النبرة العالية التي يتحدث بها ترامب هي التي تحول دون وجود مفاوضات وحوار حقيقي بين البلدين. لو خففت الإدارة الأمريكية من نبرتها وزادت من ضغوطها على النظام الإيراني، ضغوط الصامتة بدون صراخ تقصد، لا تحتاج إلى ضغوط يعني صراخ، كما ذكرنا أن إيران تريد مفاوضات سرية وخلف الأبواب المغلقة، لكن ترامب لا يرضيه هذا النوع من الحوار. لذلك لا نتوقع حوارا في المستقبل القريب بين الجهتين إلا إذا زادت الضغوط الأمريكية على الجانب الإيراني، وهو ما ستكشفه لنا الشهور الثلاثة أو الستة القادمة. وأنا قبل أن تبدأ ضغوط غرفة التحكم علي، يعني ينبغي أن أختم هذه الحلقة
الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، التي أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام الأستاذ محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية معي في الاستوديو، وعبر سكايب من لندن محمد المدحجي الباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومن برلين في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب والمحلل السياسي. الشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم في حديث عربي متجدد بحول الله.